شهر فبراير القادم، كما ندعو المجامع الثورية المقاومة لتجهيز العدة والعتاد لإفشال الفعالية الخليفية المسماة بمعرض البحرين الدولي للطيران المزمع إقامته من 16 إلى 18 يناير الجاري، حيث ستنفذ الفعالية الميدانية الواسعة تحت شعار سحب العزة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب، ثورة 14 فبراير، الأربعاء 10 يناير، كانون الثاني 2014، بلدة باربار.